مساء الخير، مثل كل يوم ثلاثة من كل أسبوع لكن عم نتلاقى على فيسبوك نواعم ولا وإلين دوت تي في تحت نحكي عن مواضيع جدا سهلة جدا صارت متداولة، غيرت اللعبة بعالم الطب التجميلي لدرجة إنه منقدر نحصل على أشياء تكون عملية ومن دون وجع من دون ألم، ونقدر نواصل حياتنا العملية والمهنية بشكل سريع. اليوم الموضوع اللي رح نحكي عنه هو عن الوجه. الوجه هو مراية الإنسان، هو الصورة يلي منتمتع فيها، هو هويتنا. كرمال هيك لازم نعتني فيه وما نخلي يصير فيه عيوب تصير تتراكم مع مرور الزمن. مثل ما بنعرف ترطيب البشرة هو جدا مهم، لكن الجفاف بيؤدي إلى كتير من العوامل السلبية يلي بتصير تتعبنا بحياتنا. أكان الدايليتد سبور، منلاقي المسامات كتير توسعت، منلاقي أوقات بعض النتوءات اللحمية ظهرت على سطح البشرة، منلاقي بعض التجاعيد يلي هي بتصير تتراكم وتزداد مع مرور الزمن ومع التعابير يلي منقوم فيها، إضافة إلى خطوط الحزن إلى الجامي سمايل. لكن لحتى ما نطول الحديث، اليوم موضوعنا هو كيف نصفي البشرة إذا كان في عنا نتوءات لحمية بأي مكان، كان من زمان بحاجة لعمليات جراحية يتركوا أثر خاصة عند البشرة السمراء، كان يتركوا ندبات سمراء أو تصبغات على سطح البشرة. اليوم الموضوع تغير، التطورات صارت جدا سهلة. اليوم موضوع الليزر اللي هو البلازما أصبح جدا سهل، نقدر بخلال ثواني نتخلص من مشاكل كنا عم نعاني منها من سنين. هلأ هنشوف اشياء لايف قدامنا كيف نقدر نتخلص منهم بوقت جدا سريع وما بيتركوا أثار وبيختفوا كليا. غالبا يلي بيكونوا ظاهرين عنا بتختلف من إنسان لإنسان، في أوقات بنشوف نتوءات مثل يلي عم نشوفهم عند هالصبية، منلاقي هون منلاقي هالشامات أو نتوءات لحمية كمان بالعنق. هيك منقدر نعملهم بشكل بسيط وجدا سهل باستعمال الليزر. أما في بعض الحالات بيكونوا مختلفين، مثل هالحالة اللي عند سمر هوني، في عنا سيباشيوس سيست، يعني هيدا كينية عن كيس لازم نستقص له بشغلة جراحية جدا بسيطة. هلأ اللي حنعمله نحن هون أكيد هو جدا سهل، مثل ما حنشوف في عنا هيدي في عنا هيدي في عنا هيدي، يعني عدة نتوءات لحمية. عنا الرف تاني. هيك هالاشياء بنقدر نحن نتخلص منهم بشكل جدا سريع ومنصفي كل البشرة لحتى نقدر نتخلص منها. حتى يلي الموضوع اللي بدي احكيكم عنه يلي هو جدا مهم، هو النتوءات اللحمية اللي منشوفها عند كتير من الناس تحت العين اللي هني هولي. ساعد نحط اصبعنا تحت العين منلاقي في عنا نتوءات لحمية كتيرة. اذا عم نشوفها مثل هون وهيك بلحظة بنكون خلصنا منه. مثل هون هالنتوءات، خليه يبين على الكاميرا، منلاقي في عنا مثل ما عم نشوف ما بيوجع ولا بيأذي. هيدا كنية عن البلازما يلي ما بيخلي أثار، ما بيخلي أماكن مأذية وبيختفي كليا. تون ما انكمبريس. وهون
نتخلص من هالشميت ومنصفي البشرة. حتى يلي بنلجأ له تحت العين هو جدا مهم. طلعي لفوق مثل ما عم نشوف، بنقدر هيك نصفي البشرة كلها تحت العين من هالنتوءات اللحمية اللي موجودة لحتى تصير بيبي سكن. هيك بنكون خلصنا من كل هالمشكلة وبيصفى تحت العين. كمان في عندها سمر لحميات على سطح البشرة، ملي هالشي دغري في تحسن. خلصنا هون، لقي كل الوجه صار صافي. ننقل على الميل التاني اللي عم نشوفه، اكيد في عنده على العنق عم بتبين معنا. هيك ما في هالوجع. هيدا انا بقول سحر بعالم الطب التجميلي للتخلص من النتوءات اللحمية يلي منعاني منها ويلي بتأثر سلبا على بشرتنا، لبل المسامات المفتوحة كمان يلي هي شغلة كتير مزعجة، والتخلص من الشميت السوداء بوقت جدا سهل. وهيك بنكون تخلصنا من هالشي. بعد يومين بنلاقيهم هروا وما بقاش عندنا ولا اي مشكله على سطح البشره. تصير البشره صافيه. أنا بقول هيدا السحر بعالم التجميل، منو بالسهولة نقدر نتخلص من هالمشاكل. والشغل الأهم يلي هو تحت العين على الميل اليسار، عادي شوي طلعي بالسما بليز. بمجرى الدمع منلاقي عندهم مشاكل كتير بهالأماكن، لأنه كتير في نتوءات لحمية وبتسبب تجاعيد تحت العين. هيك بنقدر نتخلص من التجاعيد، نتخلص من النتوءات اللحمية. يعني الاماكن حساسة اللي نحنا فيها، بس هيدي الاماكن يلي اكتر شي بجمع فيها التجاعيد جدا بسيطة. وهيك بنكون خلصنا من كل هالاشياء.
يعني اللي عم بعمله هون هو حيعطينا نتائج مذهلة. بنلاقي من هلا صارت الجلد اصفى، ما بتخلي اثار، ولا وهيك بنكون خلصنا عند هالصبية الحلوة عند سمر. بنلاقي النتائج حتظهر جلية بعد 3 أو 4 أيام، بنلاقي الوجه صار أصفى. إن شاء الله المرة التانية كثير منا بيعانوا من هال الكيس السبيشيوس سيست، الكيس الدهني تحت الجلد. بلكن الله راد بحلقة القادمة بنقدر نشيله يلي بيستغرق ثواني بنتخلص منه على السريع. وهيك بنكون لاحظنا كيف حتتغير بشرتها من بعد ما شلنا كل هالنتوءات اللحمية اللي كانت موجودة على سطح البشرة. سلامتك. ميرسي دكتور. أهلا. عندنا الموديل الثاني كمان. نغير. تفضلي. اليوم كمان عند نادين اللي حنعمله هو في عندها بعض النتوءات اللحمية أكين تحت العين، أكين أثار حب قديم، حب الشباب، ولو كان حتى بأوج التهابه فينا نريح الإنسان منه. في عنا لحميات وفي عنا آثار الدهنيات اللي بتكون موجودة. حنشوف، يعني صرتوا شايفين أكتر من مرة لندين، ما منحس بشي، ما تخافي، ليش خايفة؟ ما بيوجع. يا هيك بكون تخلصنا منه. وهون خلصنا، هيدي اختفيت. الحلو بهالعلاج انه جدا سريع، ومنشوف النتائج دغري ظاهرة قدام العين. يعني بتمنى انه تكونوا عم تقدروا تشوفوا مزبوط. خلص هون ان شاء الله يكونوا واضحين على الكاميرا. خلص ولا شوفها كيف اختفت دغري. وهيك خلصنا. وانا سلامتك. وهيك اشياء سريعة. يمكن هيدا التطور اللي صار بعالم الطب التجميلي والجراحة التجميلية، كيف نقدر نتخلص من كتير من المشاكل اللي كانت تاخد وقت كتير، كان العالم يلجأوا لعمليات جراحية للتخلص من هالنتوءات اللحمية. اليوم أصبحت فعلا تستغرق ثواني، وبنقدر ناخد نتائج مذهلة بفترة وجيزة. هلأ هأطلب منكم كل حدا شايف الفيديو وبدو يسأل أسئلة يعمل شير على الفيديو ويسأل أسئلته. نقدر ساعتها نفيدكم بكل التفاصيل اللازم. وهلأ مع الموديل مثل ما شفنا ما فيها الألم، ما فيها الوجع، كانت فعلا سهلة.
وهلأ حقدر جاوب على أسئلتكم حتى أقدر لكم شو أفضل شيء. مثل ما حنشوف الصبية كيف ظاهرة بهالجمال، بيكون يمكن بعد في بعض النتوءات اللحمية ما بيقدر الإنسان ياخد فكرة كاملة. أهلا، إن شاء الله بينعاد عليكم بعيد الحب، لأنه كتير في ناس يمكن بهمهم عيد الحب. اليوم عم نحكي نحن من بيروت. نانا كشاط تانكيو، رائع وكتير شاطر وروحه حلوة، تانكيو حبيبتي كلك ذوق. لبات خان وزير مرحبا، منيحة. عندي زوائد لحمية بالوجه كتير سهل صار انه نتخلص منهم. بنت اخويا عندها زوائد في وجهها تحت الاذن وفي الذقن، شو بنعمل؟ كتير سهل بالليزر نقدر نتخلص منهم وما بيخلي اثار، لانه مثل ما بنعرف نحن بعالمنا العربي كتير منا بيعانوا من البشرة السمراء، وهي سبب يمكن واضح لظهور الكلف من بعد الليزر. اما مع طريقة الليزر البلازما ما بيخلي ولا اي ندبات، ما بيخلي اثار، ما بيخلي تصبغات بعد هيك نوع من العمل. عندي اثار حبوب اسود بنقدر نتخلص منهم روعة وبكل سهولة، اكيد يا احلام عمري. بدي اعرف ايش علاج النمش وهل ممكن ازالته نهائيا؟ علاج النمش هو استعمال الاندياج ليزر الكيو سويتش، يلي هو ليزر امريكاني الاصل، طريقة جديدة منقدر باستعماله نتخلص من النمش يلي موجود. وبدي اقول كمان النمش هو دليل بيكون موجود وقت ما بنخلق، لكن كل ما ازداد كل ما صار في عنا يمكن شيخوخة اكتر بالبشرة، وبيصير في عنا الاستوز اكتر يلي هي ساين اوف ايجينج. يتغزل ويحكي كتير ويعمل طريقة سريعة وسهلة. علاج النمش حكينا عنه، شو اسمها التقنية؟ بوتينا لك حسني ديك لعيبة. اللي عملناه هو التخلص من الشامات الموجودة. أنا ببيروت بدبي بباريس وقريبا بكون بأربيل. تانكيو يا ناني، أسمع أنه دكتور شاطر وممتاز جدا، ليش ما ترد على سؤالي دكتور؟ الزوائد اللحمية يلي منشوفهم وتواليل وحبوب وشامات، كل هالأشياء بنقدر نتخلص منهم بكل سهولة. والأهم من هيك عم بحكي عن النتوءات اللحمية يلي تحت العين يلي بيكونوا موجودين مع تجاعيد بسيطة نقدر نتخلص منه. Face lifting please an appointment. سهام رأعطيك الواتس أب الرقم حتى تتواصلي علي إذا بتحبي، يلي هو 넘버 هحط لك اياه، هيك بصير عندك فكره وتقدري تبعتي شو بتريدي. اضافه لهيك العنوان والرقم رجاءا. انا موجود ببيروت على رقم التليفون 00961307444، وهيك بيكون صار عندكم اتصال مع سكرتيرتي. مرحبا دكتور، الكيس الدهني بالوجه اكيد بنقدر نتخلص منه، بده استئصال، شغلة كتير بسيطة، رح تتابعوني يمكن اسبوع الجاي نقدر نشيل الكيس الدهني. انا
مشكلتي بالتصبغات والكلفة اللي وجد حل التخلص من الكلف والتصبغات؟ أكيد من زمان كنا نلجأ بس للتقشير يلي أنا ضده، ممنوع نعمل تقشير عند البشرة السمراء لأنه هالشي بيخلي التصبغات تزداد وما بقى تروح من وجهنا أبدا. أنا وجهي مليان وشم والزيوان، كيف بقدر راح أتخلص منها؟ ياريت بتمنى أشوفك يا أميرة أقدر ساعدك. تسلم إيديك دكتور، تانكيو يا هبة، رائع جدا، تانكيو. التلول لونه أبيض بالوجه، شو طريقة إزالته دكتور؟ بنقدر نشيله بالليزر اللي شفناه، تقنية جدا بسيطة. الرقم وعنوان الدكتور موجود ببيروت وبدبي، دبي رقم التليفون 0097155515330. دكتور امي عمرها 60 وعندها جفون مغطايا للعين، كم تكلف هذه العملية؟ ان الله راتحش فرجيكم بعد كمان على فيسبوك نواعم وعلى OLN.TV كيف حنتخلص من الجفون العلوية باستعمال الليزر للتخلص من التراكمات الجلدية. مرحبا دكتور، الكيس الدهني بالوجه بنقدر نتخلص منه بالشغلة كتير بسيطة بثواني. علاج الكيلويد عند طفل بقاله سنة ونصف. الكيلويد هي مشكلة كتير كبيرة خاصة بأماكن معينة، أكان بالصدر بالظهر وبالكتف، نقدر نتخلص منه بحقن الكورتيزون أو استعمال لزقات السيليكون يلي بيلعبوا دور كتير مهم بترطيب البشرة وتخفيف الكيلويد الموجود. كيف التخلص، كيف يمكن التخلص من انتفاخ تحت العين؟ تحت العين بصير في عنا جيوب دهنية بتصير تتنفخ يوم بعد يوم، مشاكلها بتكون بالبدء وراثية، بتخلق مع الإنسان وأهله بيكون عنده جيوب دهنية تحت العين، وبتصير تزداد مع التعب مع قلة النوم مع الإرهاق مع التدخين مع الكمبيوتر والقعدة كل النهار على الشاشات التلفزة. كل هالاشياء بتخلي الجيوب الدهنية تحت العين تزداد، نتخلص منها بشغلة جدا بسيطة ألا وهي اللجوء إلى الليزر لاستئصال الجيوب الدهنية من تحت العين ومن دون جراحة، من دون ندبات، من دون غرز. شو طريقة ترطيب والتخلص من القشور يلي بالوجه دكتور؟ أكيد اليوم نحن بنستعمل حقن البيبي سكين يلي بجدد خلايا البشرة، بنستعمل الجلو ليفت والكافيار، إضافة لاستعمالات الاستعمال الكريم يلي هو بيلعب دور كتير مهم. المستحضرات يلي أنا عملتها بسويسرا هي كينية عن مواد مرطبة، إضافة إلى الكافيار والذهب والخلية الجزيئية يلي عملوا فعلا ثورة بعالم التجميل. وهلأ إن الله راد بعد شهرين حينزل الكريم يلي هو حيكون ميراكولوس يلي بيعتمد على الخلية الجزيئية فقط وهايلي كونسنتريتد. مرحبا دكتورنا الحلو، بدي اسألك علاج اثار العملية الجراحية عملتها قبل سنة ونص، شو العلاج؟ بنقدر اوقات نتخلص منه باستعمال الليزر. السوائل اللحمية يمكن القضاء عليها نهائيا اكيد. دكتور الهيفو فعلا ممتاز ولا كذب؟ الهيفو هي كنية عن استعمال آلة لشد عضل الوجه وبالتالي بتشد البشرة شوي، لكن وقت ما بيكون في عنا ترهل بالبشرة ما في شيء بيخلينا نبعد عن عملية شد الوجه، تبقى عملية شد الوجه هي الأفضل. لكن أنا بلجأ إلى استعمال الألتيرا ليتست جينيريشن لأنه كتير تعدل فيها، اللي نزلت جديد من شهرين هي أهم ألتيرا موجودة عندي حتى نقدر نشد البشرة قدر الإمكان. أفضل طريقة لعلاج تشققات في منطقة البطن والترهل هو بعد الإنجاب، هي عملية شد البطن، شد عضلات البطن، رفع المهبل ونحت الجسم.
اليوم بدنا نحكي عن الأنف، شو العلاج وكيف بيصير الأنف. فيه أصبحت عملية جدا سهلة، بتستغرق ربع ساعة لعشرين دقيقة من الوقت، بنقدر نعملها باستعمال الليزر، نضيق العظم، نظبط الانحراف بالوتيرة، نظبط نستأصل الغضاريف الموجودة برأس الأنف بوقت كتير قصير، وبنقدر نرجع البيت من بعد ساعة من الوقت. قدم أضعف من الأخرى، هل هناك حل للرجاء الرد؟ هدي الأكيد في هناك حل، فينا نعمل بعض النفخ بالقدم الضعيفة لحتى نتخلص من هالمشكلة. إزالة الشعر بمناطق الجسم في أضرار خطيرة؟ أبدا ما في أضرار، لا بل بالعكس كله فوائد، لأنه نقدر نتخلص من المسامات اللي بتبين مع الشعر، ونقدر نحصل على بشرة جدا ناعمة مثيرة عم بتلمع عكس مما هو عليه وقت ما بيكون في عنا شعر بمنطقة من الجسم، خاصة بالأرجل. سنة خزقت ذاني، قبل سنة خزقت أذني بمحل الحلق وصار في درنات كبار، أكيد بنقدر نعالجها ما في ولا أي مشكلة. دكتور عندي مشكلة، هي أنه جلدي حساس لما بنجرح، أكيد بنقدر نعالجها كمان. دكتور بليز اكتب عنوانك لو تكرمت، أو أي وسيلة لتواصل معك، يمكن مرق رقم التليفون ورقم الواتساب. حضرتك إلك عيادة بالأردن؟ لا، رقم دبي يا رنا، رح ارجع عندك اياه، هو 00971501535350. دكتور لو سمحت، ما هو علاج التولي المسطح للأطفال؟ ارجو الإجابة. اكيد تخلص منهم باستعمال الليزر. بدي اسألك عن تجاعيد تحت العين. ابو خليل، العلاج تحت العين للتجاعيد هو باستعمال الليزر والتخلص من التراكمات الدهنية اللي بتكون موجودة مع الجلد الزائد. دكتور كم بتكلف عملية جفون النزلة؟ كيف نتواصل معك؟ أنا موجود بالخليج بدبي يلي هي مرجعية للعالم العربي، وكل يوم في طيارات من كل محل بلاقي أنا. وهلأ مثل ما عم بيقوم الشيخ محمد ووزارة الصحة بالإمارات لدعم السياحة العلاجية الطبية بدبي، وهيك منشجع كل الناس اللي كانوا بقطر، اللي كانوا بالسعودية بالبحرين، أنه يجوا على دبي، بيقدروا يتسلوا، يعملوا شوبينج، يتمشوا، يستطعموا الكويزين، الكيتشن العالمية اللي موجودة بدبي، وبنفس الوقت يلجأوا للجراحة التجميلية والطب بشكل عام مع المراكز الطب اللي صارت موجودة اللي هي كتير مهمة بدبي. أنا بدي أعتذر منكم لأنه كتير أسئلتكم مهمة. أفضل علاج للتنحيف هل هو البوتوكس؟ البوتوكس بالمعدة، بوتوكس المعدة للتنحيف هو مادة سحرية. يمكن كل يوم عم بتفاجأ بعد يوم قديش عم بلاقي فوايد من حقن البوتوكس، لكن علينا نعرف بأي طريقة نتماشى معه. مش لازم ناكل بوزة، مش لازم ناكل آيس كريم، مش لازم ناكل ونشرب عصير يكون فيه كتير كالوري لحتى نقدر نستفيد. عندي ناس بعد شهرين ضعفوا 20 كيلو مع حقن البوتوكس لوحده، وهيدي فعلا شغلة كتير مهمة. وأنا بفتخر بالتقنية اللي جبتها من أمريكا اللي هو حقن البوتوكس بالمعدة للتخلص من الوزن الزائد وللتنحيف، اللي هي فعلا كتير مهمة. واللي ما قدرنا نجاوب عليه اليوم نجاوب عليه بالأسبوع القادم. Thank you لكم.